صرخي ودخلتي تنامي، ايه اللي حدث؟ طبعا لما اجيت نمت وانا كنت الدمعة بعيني وكنت عم بصرخ لربنا لالله اللي كنت انا عطول احكي وياه. فندمت وبين الساعة 4 الفجر والخمسة فجريات حسيت شفت شخص واقف بالباب الغرفة اللي أنا نايمة بيها، بين يعني بين الباب، يعني لا هو برا ولا هو جوا، لا هو بالصالة ولا هو بداخل الغرفة. كان واقف يعني رجل ضخم، إيده كبيرة، إيده مو طبيعية، يعني مو إيد رجال طبيعية، لا إيده كلش كبيرة، الكف إيده، بس وجهه ما مبين. كان لابس فوطة على رأسه بيضة ولابس قلبية بيضة، بس كان ورا نور داخل القلبية، نور مبين، وكان مثل هو شون داير وجهه هيك مبين، لحية لحية هيك لونها بين البني والحمار، أنا هي انتبهت على هاي اللحية. بس أنا ونايمة انطيت إيدي، إيديك قاعد ترجف، مديت لإيدي اللي نمت نايمة على الأرض، مديت لإيدي وإيدي قاعد ترجف، هو ماد إيده واقف يعني ما تتحرك إيده، وأطبوع على النور اللي قاعد تطلع من بين إيده، والدمع قاعد تنزل. صرخت له، قلت له كلمة واحدة، حبيبي يسوع. يعني ضليت يعني شون انه انا ضليت انا حتى مجدوها بيني وبين نفسي من قعدت من النوم، انه شنو حبيبي يسوع. بس هذا اليوم دقت علي الباب، زارتني نفس المرة المسيحية اللي نقذتني بيوم 15/4/2010 من ايد هذا الرجل القاسي اللي كنت انا مرتبطة بيه من زوجته. جت تطمن علي، ده تقول لي ايش دا يصير وياكم، شنو اخباركم، شنو هاي. فقلت لها خاله تعرفين اليوم الصبح اني حلمت برجال ضخم هيجي، كان كله لابس ابيض، واني مديت له ايدي وقلت له حبيبي يسوع. قالت لي شنو شنو قلتي له؟ قلت لها قلت له حبيبي يسوع. فهي شلون يعني حسد الكلام اللي يطلع من حلقها يرجف. قالت لي تعرفين منو هذا يسوع؟ قلت لها لا. قالت لي هذا الله. أنا طلع يعني نظرتي كانت إلها باستغراب، يعني قلت لها الله، ليش الله عنده اسم؟ قالت لي لحظة شوية. راحت هي نزلت على بيتها ورجعت لي شوي، جايبة بيدها كتاب صغير الإنجيل. فقلت لها شنو هذا؟ قالت لي اللي شفتيه بالحلم حتعرفيه هنا بهذا الكتاب، راح تقريه. قالت لي واللي قلتي له حبيبي يسوع هذا راح يغير حياتك، وهذا راح تشوفين اختبارات عظيمة من عنده، وانتي راح تشهدين عنه. بس من خلال قراءتي بهذا الكتاب المقدس اللي هي الست المسيحية جابت لي، أكو آية لمعت بعيني وبحياتي ولحد هسه هي جواتي لما شفت آني المسيح. قرأتها بأشعية 43 لما يقول، أكيد هو الرب يسوع يقول، لا تخافي يا ابنتي لأني فديتك، دعوتك باسمك لأنك أنت لي. أمين. حقيقة بهذا الوقت يعني أنه شلون ما أخاف، يعني كلمة لا تخافي هاي كلمة كبيرة، لأن أنا عشت عمري كله حسيت أنا بخوف، أنا برعب. لما قال لي هللويا ودعوتك وانتي إلي وانتي إلي، قلت يعني مجدا للرب. آمين حقيقة، آمين، مجدا للرب. والله لقد جئتكم بالذبح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ورسول ذبح يقطع المرأة ثلاثة، يقطع الصلاة صلاة المرأة ثلاثة، الكلب والمرأة والحمار. بيّن الله سبحانه وتعالى عقوبة الزنا في كتابه،
فقال الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من بدل دينه فاقتلوه.